هنعمل بسبوسه بطريقتنا بقى كده بطريقه جديده، هي نفس المكونات ولكن هنقدمها بطريقه كده ايه شيك قوي. لما محتاجه بقى ايه ان انا احط طبق او احط، لا هقدمها حاجات كده زي الجاتوهات زي البسكوتات، بس هوريكي دلوقتي هي مش ناشفه طبعا ولكنها هتبقى مكعبات. ازاي انا بستعمل ايه في البسبوسه؟ بستعمل دقيق السميد، بستعمل السمنه، بستعمل السكر، بستعمل الايه الشربات صح كده، والزبادي. انا كده هحط كل المكونات دي ولكن هزود جوز هند وهزود دقيق، ازود جوز هند وازود ايه دقيق، وعندي قشطه عندي ما عنديش مش مشكله. هاخد هنا بقى، بصوا هوريكي قوام العجينه شكله ايه. هاخد هنا كوبايتين من دقيق السميد، صح 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 ان شاء الله اهي. وهناخد عليها اولا نص كوبايه من الدقيق الابيض ده دلوقتي، ها احتمال هحتاج دقيق ابيض تاني هقول لك امتى. نص كوبايه من الدقيق الابيض، يبقى عندي كوبايتين من دقيق السميد اللي هو دقيق البسبوسه وكوبايتين من الدقيق الابيض، وهحط لهم نص كوبايه من السكر. هقلبهم بس كده مع بعض الاول، نواشف كده مع بعض، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، معلقه صغيره مش كبيره، وهحط ايه قولي كده نص كوبايه جوز هند ده مؤقت برضو. تمام، هاجي بقى ايه اهو نعملنا كل النواشف، اوسع كده جزء في الوسط كده، واحط الفانيليا، واحط البيضه دي بقى ايه زياده عن البسبوسه، بس هي شكلها في الاخر ايه طعم البسبوسه برضو. بس سنه بيكنج باودر تاني كده عشان نكمل المعلقه الصغيره، وبعدين هنا ايه في نص كوبايه سمنه، وعندنا كوبايه زبادي، نحاول ما نزلش الميه بتاعتها بس، واقلب ده كله مع بعضه. نجيب بقى دقيق تاني على الايه على بسبوستنا، نزودها سنه جوز هند كمان وشويه دقيق كمان. العسل بقى هنا مش هحطه سخن، هديها العسل ايه بارد اهو كده. حطيت نص كوبايه من الدقيق كمان وشويه كمان من جوز الهند، يعني هنا حصلنا ايه، حصلنا حوالي كوبايه دقيق ابيض. يعني هنا رايحه فين اهو، بص بقت تتعجن زي العجينه في ايديا اهو، شايفين؟ بسم الله بسم الله. اهو بصوا بقى كده اهي، هي كده جميله جدا. نعمل فيها ايه بقى؟ نعمل فيها ايه اهي، شايفين عجينه البسبوسه؟ هقول من تاني انا عملت فيها ايه. ابدا بعد كده بقى اعمل ايه، اجيب بس هنا كده ايه افرد في صينيه احسن واوريكي شويه دقيق كده في الصينيه على شويه جوز هند، ونبدا نفرد دي كده. اشطف يدي اشطف يدي، نفرد بقى ايه بسمك حلو كده، يعني مش هنعمل سمك رفيع، لا هنعملها سمك تخين شويه. تمام، واروح بقى جايبه ايه السكينه، لو عندك مسطره استعمليها. انا بحاول اظبط الايه المقاس علشان تبقى اغلبيتها شكل واحد. ودلوقتي ايه بقى بنعمل اهو مكعبات البسبوسه. انا بدات ان انا اهو زي ما انتم شايفين كده انا ظبطتها اهو، وبعدين ايه بروح حطلها من الدقيق ابو جوز هند كده على الجناب، ابدرها بس تبديره بسيطه مش كتير. تمام، وارصهم بعيد عن بعض شويه. بص بقى هنيجي بقى ايه في النص هنا كده، واروح ايه عامله فتحه بالشكل ده كده،
اهي وهحطها بقى في الفرن. وهقول لك انا عملت الحفيره دي ليه. سبايك دهب. طيب حاسبها تاخد لها ايه؟ هتاخد لها كده قولوا ربع ساعة أو أقل. طيب هنيجي بقى دلوقتي طلعنا البسبوسة أهي، مش بنسقيها عسل كتير، وكمان بيكون إيه؟ بيكون بارد مش سخن. بالراحة كده نحط جوه الإيه؟ الفتحة اللي عملتها لكم دي أهي. نيجي بقى هنا حط بس القشطة بقى، قطعة قشطة. لا ده لازم، ما انا عامله الحفرة دي ليه؟